خلينا بقى النهارده نشوف ازاي تقدر تعمل تعديل صور زي المحترفين. يعني انا مثلا لو سيراميك ماليش في تعديل الصور خالص، ازاي اقدر اعمل تعديل صور على وضعه جدا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. تطبيقات تعديل الصور في عندك منها كتير جدا، في عندك منها البسيط اللي بيعمل لك تعديلات كده اساتيك والبان، وفي عندك اللي بيكون ملعبك جدا وفي حاجات احترافيه وبيشقلب لك الصوره 180 درجه. الا انه اشهر تطبيقين تقريبا موجودين هما جوجل سناب سيد وتطبيق ادوبي لايت روم، وده طبعا بعيدا عن تطبيق بيكس ارت اللي بيعمل تعديل في الصوره، احنا بنتكلم هنا عن تظبيط الصوره. يعني مثلا نقدر نقول على سناب سيد ده هو التطبيق السهل الممتنع، بتقدر تدخل عليه الصور بعد ما بتاخدها علشان تظبط فيها شويه حاجات، وبيعمل لك فيها تعديلات قويه جدا. انا مثلا بستخدمه بعد ما باخد اي صوره علشان اظبط فيها شويه حاجات قبل ما ارفعها على السوشيال ميديا، ونقدر نقول ان اغلب ان لم يكن كل الصور اللي بتترفع على السوشيال ميديا دلوقتي لازم تدخل في مرحله تعديل الصور. بينما بقى على الناحيه الثانيه في عندك تطبيق ادوبي لايت روم، التطبيق ده بيشقلب لك الصور، نقدر نقول ان هو ده التطبيق الاحترافي على الموبايل، بيعمل لك في الصور حاجات كتيره جدا، بيغير لك الوان الصوره، بيشقلب لك الصوره فعلا 180 درجه. الا انه مليان اعدادات كتيره جدا تتوه فيها. علشان تكون محترف لازم تفضل تقلب كتير جدا، ويكون عندك عين بتستوعب الالوان بشكل كبير جدا، وتكون يعني عندك نظره والكلام ده كله، وده كله بيجي مع الممارسه، وتقدر تنقله اصلا على البرامج بقى اللي موجوده على الكمبيوتر، بحيث انه هيكون سلمه ليك علشان تكون فعلا محترف في تعديل الصور فيما بعد على البرامج نفسها والسوفت وير، بعيدا عن تطبيقات الاندرويد. ومن افضل الحاجات كمان اللي موجوده فيه هو فكره البريسيتس، او انك تقدر تاخد له بريسيت او تحط له حاجات كده، يعني تعديلات كده او تظبيطات موجوده في صور قبلها. يعني وليكن انت عجبك صوره معينه حد عاملها، وفي شويه حاجات في الصوره دي عايز تاخدها، تقدر تاخد البريسيت بتاع الصوره دي او اللوك بتاع الصوره دي وتاخده عندك وتعدل فيه زي ما انت ما عايز، او تحط رمستك عليه. لكن نرجع ونقول برضو انه للاسف تطبيق لايت روم هو تطبيق مليان كده شوارع وحواري، فبالتالي مش سهل انك تشتغل عليه. فيعني لو انا سيراميك زي ما بقول ومليش في اي حاجه، ازاي انط مره واحده لمرحله اللايت روم؟ وهنا بقى يجي معانا دور التطبيق اللي هنتكلم فيه النهارده. خلينا الاول بس نتفرج على شويه صور قبل وبعد انا عدلتها بيه. وزي ما قلنا من افضل الحاجات اللي موجوده في لايت روم انه بيسمح لك انك تعمل امبورت لبريسيتس او للوكس معينه كده، علشان تحط عليها اللمسه بتاعتك لو في اي لوك مثلا اي حد نزله وعجبك. فالتطبيق اللي معانا بقى هو تطبيق كلورو. التطبيق ده بيسمح لك انك تاخد بريسيتس علشان تحطها على ادوبي لايت روم على طول، الا ان التطبيق ده بياخد الموضوع لليفل اعلى شويه، بتقدر انك تعدل الصور جواه علشان تحط لمستك، لكن بشكل ابسط شويه من الشوارع والحواري اللي موجوده في لايت روم. شوف يا سيدي، انت لما بتفتح التطبيق بيكون عندك فيه البريسيتس او اللوكس او الثيمز زي ما اتفقنا، بيكون فيه حاجات مدفوعه وفيه حاجات مجانيه. بالنسبه للنسخه المجانيه بيكون في عندك كاتيجوري كده اسمه فري. طبعا هو المفروض انك قبل ما بتدخل على التطبيق اصلا بتكون محدد الصوره اللي هتعملها تعديل وعايز يبقى شكلها عامل ازاي. لكن والله افترض مثلا انك دخلت على التطبيق وتقدر تجرب اكتر من حاجه، انا مثلا عايز اغير في صوره انا مصورها مثلا لسماء او لطبيعه او لورد او لشجره او ايا يكن، ففي عندي مثلا حاجه هنا اسمها لاندسكيب، جواها في عندك بيقول لك 15 بريسيت، بندوس عليها مثلا وتختار اول بريسيت، بيفتح معاك المعرض او الاستوديو علشان تختار الصوره. بتختار الصوره بتلاقيه راح مطبق عليها البريسيت اللي انت اخترته. طبعا وارد ان البريسيت بعد ما بيتم تطبيقه بتلاقيه مش اللي انت عايزه، تقدر تغير منهم من هنا. في اوقات كتيره جدا ممكن لما تيجي تعمل تعديل او تيجي تحط بريسيت تحس انك مش عايز تعمل فيه اي حاجه، هو كده كده مظبوط. وفي اوقات بتلاقي نفسك عايز كده تحط اللمسه بتاعتك او التاتش بتاعتك كده على الصوره، فوقتها بتقدر تفتح خانه الاعدادات هنا او التعديلات هنا، واللي بتكون بسيطة جدا ما فيهاش اي لعبكة، زيها زي اي تطبيق بسيط تاني بيعمل تعديلات للصور. تقدر تغير فيه كده، خلينا نشوف اللي ممكن نعمله بشوية حركات بسيطة، انا برضو مش هعمل فيه حاجات كتير، فخلينا كده نبدأ نلعب شوية ونرجع بعد ما نلعب. وفي النهاية طبعا دي الصورة قبل وبعد، قبل وبعد. طبعا هو المفروض انك قبل ما بتدخل الصورة على التطبيق هنا بتكون عارف انت عايز تعمل فيها ايه. يعني مثلا لو هتدخل صورة انت واخدها مثلا في مطعم او في مثلا قدامك اكل او في سفرة او حاجة زي كده، فانت كده تدخل على البريسيتس الخاصة بيامي وهتلاقي فيها حاجات مناسبة جدا. لو مثلا مصور مناظر طبيعية فانت هتدخل على اللاندسكيب. لو مثلا كانت في خروجة ومصور معاك مناظر مثلا في فلوجينج او حاجة زي كده، فانت كده تختار بلوجر.
لو كانت بورتريه او عايز تظهرها كانها كانت في فوتو سيشن فانت اكيد هتختار انستا، وهكذا بالنسبه لكل البريسيتس اللي موجوده، بحيث انك لما تختار حاجه زي كده هيطلع معاك اللي انت عايزه بالظبط، او هتلاقي حاجات تطبق زي ما انت ما عايز، الا انك ممكن برضو انك تطبق حاجه تانية وبعدين تغير في الاعدادات اللي موجوده زي ما شفنا من شويه. وبكده نكون خلصنا الفيديو. طبعا لينك تحميل التطبيق هيكون موجود في الديسكربشن بوكس، بحيث انك تقدر تحمل التطبيق وتستخدمه. ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، ولو حابب تقدر تدوس على زرار الاشتراك وجنب الجرس هنا علشان تتابع الجديد اول باول. شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.